بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تمرين شامل في الأعداد المركبة والمتتاليات. رقم واحد، أنصح بشعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع. حيث قال واحد روماني حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة ذات المجهول المركب زاد الآتية: زاد ناقص 4 في زاد مربع ناقص 2 زاد زائد 4 يساوي 0. قال ثانيا المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد متجانس أو إي في. قال نعتبر نقط أ بي وسي التي لاحقتها على الترتيب زاد أ يساوي 4 زاد بي يساوي 1 زائد إي جذر 3 وزاد يساوي 1 ناقص إي جذر 3. قال واحد اكتب العدد زاد سي ناقص زاد أ على زاد بي ناقص زاد أ على الشكل الأسي ثم استنتج طبيعة المثلث أ بي سي. ثانيا ألف قال عين لاحقة النقطة دي صورة بي بالدوران R الذي مركزه O وزاويته 2 بي على 3. ب قال عين طبيعة الرباعي A B D C. ثم ثالثا قال من أجل كل عدد طبيعي أن نضع زد أن يساوي زد ب قوة أن زائد زد C قوة أن. ألف قال بين أن من أجل كل عدد طبيعي أن زد أن يساوي 2 قوة أن زائد 1 في كوس أن بي على 3. قال ب نضع من أجل كل عدد طبيعي أن تي ان يساوي لنا زاد 6 ان. قال عبر عن تي ان بدلاله ان ثم احسب بي ان اللي هو الجداء بدلاله ان حيث بي ان يساوي لنا تي قوى تي 0 في تي 1 في تي 2 الى غايه تي ان. اذا لننطلق على بركه الله في الشرح المفصل. ننطلق أبنائي الآن في الإجابة على السؤال الأول. قال حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة ذات المجهول المركب زاد الآتية: زاد ناقص 4 في زاد مربع ناقص 2 زاد زائد 4 يساوي لنا الصفر. إذا نكتب هنا حل في سي المعادلة التي ها هي بصددنا أبنائي. إذا ها هي المعادلة. إذا عندنا نحن نعلم أن جداء عددين يساوي الصفر فإن أحدهما يساوي الصفر، معناه بحنا زاد ناقص 4 يساوي الصفر أو ماذا؟ أو زاد مربع ناقص 2 زاد زائد 4 يساوي الصفر. أكيد هذا ننقله إلى هنا يصبح لنا أي يصبح لنا زاد يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا 4. هذا الحل الأول. أما الحل الثاني فعندنا المميز الذي يساوي لنا ب مربع اللي هو 4 ناقص 4 في الأ في ماذا؟ في سي. تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص 12. لما كنا في الأعداد الحقيقي كنا نقول لا يوجد لها حلول. أما الآن نحول الناقص إلى تصبح لنا 12 إي مربع. ومن يصبح لنا جذر دالتا ماذا يساوي؟ يساوي لنا 12 إي مربع هكذا. إذا وتساوي لنا كم؟ تساوي لنا الإي سوف إي مربع يخرج لنا بإي في جذر 12 الذي هو 4 في ماذا؟ في 3. الأربعة كذلك تخرج لنا بماذا؟ تخرج لنا ب 2 أصبح لنا 2 إي جذر 3. هذا هو المميز. أصبح لنا زاد 1 يساوي إذا هذا سميناه زاد 0 زاد 1 يساوي لنا ناقص ب يعني 2 ناقص جذر دالتا 2 إي جذر 3 على 2 أ. الأ هنا عندنا كم؟ في هذه الحالة إنه 1. بعدها نختزل هذا مع هذا مع هذا تصبح لنا زاد 1 يساوي كم؟ 1 ناقص إي جذر 3. أما زاد 2 فيكون مرافقه اللي هو 1 زائد إي جذر 3. إذا تصبح لنا أس. ما هي أبنائي؟ يعني الحلول هي زاد 0 وزاد 1 وماذا؟ وزاد 2 فقط. أرجو قد فهمتم الفكرة. يعني زاد 2 هو كذلك 2 زائد 2 إي جذر 3 على 2. بعد عملية الاختزال سوف نجدها. إذا ها هي حلول المعادلة هذه فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ثاني روماني. قال المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد متجانس أو إي في. قال نعتبر النقط A B و C التي لاحقتها على الترتيب اللي هي زاد أ يساوي 4 زاد بي يساوي 1 زائد إي جذر 3 وزاد سي اللي هو 1 ناقص إي جذر 3 اللي هي حلول هذه المعادلة لو تلاحظون جيدا. حيث قال واحد اكتب العدد المركب زاد سي ناقص زاد أ على زاد بي ناقص زاد أ على الشكل الأسي. إذا نكتب هنا كتابة العدد. من هو العدد؟ اللي هو زاد سي ناقص زاد أ على عفوا قلنا على زاد بي ناقص زاد أ على الشكل. ما هو الشكل الذي هو الشكل الأسي؟ لاحظوا هنا وانتبهوا. أصبح لنا هكذا زاد سي ناقص زاد أ على زاد ب ناقص زاد أ يساوي
إذن هكذا نعوض الآن كل واحد بلاحقته أو بما يساوي. إذن الزاد سي الذي هو ها هو أمامكم الذي هو واحد ناقص إي جذر ثلاثة ناقص زاد اللي هو أربعة على زاد باللي هو واحد زائد إي جذر ثلاثة ثم ناقص أربعة تصبح لنا تساوي. لاحظوا وانتبهوا أرجوكم. إذن المقام هذا مع هذا ماذا يصبح؟ يصبح لنا ناقص ثلاثة زائد إي جذر ثلاثة. أما البسط هذا مع هذا يصبح لنا كذلك ناقص ثلاثة ناقص إي جذر ثلاثة. نفكر الآن في شيء اسمه المرافق للمقام. المرافق انظروا هنا زائد مرافق هو الناقص تصبح لنا هكذا تصبح ناقص ثلاثة ناقص إي جذر ثلاثة. بما أن ضربنا فيه في المقام نضرب كذلك في البسط ناقص ثلاثة ناقص إي جذر ثلاثة هكذا. لاحظوا وانتبهوا في المقام دون أن تتعبه أقول لكم دائما ضعوا هذا العدد مربع زائد هذا العدد مربع فقط. في الأصل تعطينا هذا المتطابق الشهير رقم ثلاثة آ زائد ب في آ ناقص ب يساوينا مربع الأول ناقص مربع الثاني لكن الإي مربع يجعلها زائد حتى تفهموا الفكرة جيدا. أصبحنا تساوي إذا المقام قلت ماذا يساوي؟ هذا مربع الذي هو كم؟ أصبح لنا تسعة زائد هذا مربع لما نربعه كم يعطينا؟ يعطينا ثلاثة. أما في البسط فيمكن أن ننشر هكذا ننشر هذا في هذا تصبح لنا تسعة ثم في هذا تصبح لنا إذا تصبح لنا زائد كذلك زائد ثلاثة إي جذر ثلاثة ثم هذا في هذا تصبح لنا كذلك زائد لاحظوا جيدا زائد ثلاثة إي جذر ثلاثة إذا جذر ثلاثة ثم هذا في هذا. لاحظوا الناقص في الناقص يعطي لنا زائد في الإي مربع يصبح لنا كم؟ ناقص يصبح لنا ناقص ثلاثة. الآن بعدها ماذا يصبح؟ تصبح لنا تساوي تصبح لنا هذا جمع هذا إذا تصبح لنا ستة زائد ستة إي جذر ثلاثة على ماذا؟ على 12. ركزوا جيدا ما زلنا معه تصبح لنا تساوي لنا نختزل من هنا ستة ومن هنا ستة ومن هنا الستة فماذا ينتج؟ ينتج لنا واحد زائد إي جذر ماذا؟ جذر ثلاثة على اثنان وهنا على عفوا وهنا كذلك على اثنان. هذا هو العدد لكن هو ماذا طلب منا؟ طلب منا الشكل الأسي له. الشكل الأسي أولا سوف نقوم بحساب طاولة واحد زائد إي جذر ثلاثة قلنا على اثنان وهنا على اثنان. الطاولة ماذا تساوي؟ الطاولة تساوي الحقيقي مربع زائد تخيل مربع تحت الجذر. إذن أصبح لنا كم؟ واحد على أربعة زائد ثلاثة على أربعة لأن هذا مربع زائد هذا مربع تحت الجذر تعطي لنا كم؟ تعطي لنا أربعة على أربعة تحت الجذر وتساوي لنا واحد. الآن بعدها نقول كذلك سوف نقوم بحساب الأرج اللي هو العمدة. أرج ماذا؟ زاد سي ناقص عفوا اكتبها بخط واضح تصبح لنا قلت زاد سي ناقص زاد أ على زاد بي ناقص ماذا؟ ناقص زاد أ. هذه نجعلها مثلا نسميها تيتا فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا كوس قلت تصبح لنا كوس تيتا يساوي لنا الحقيقي على الطاولة. الحقيقي هو واحد على اثنان ها هو أمامكم ها هو على واحد ويساوي لنا نصف. كذلك سينس ماذا يساوي؟ سينس تيتا يساوي لنا التخيلي على ماذا؟ على الطاولة ويساوي لنا جذر ثلاثة عفوا قلت يساوي لنا جذر ثلاثة على اثنان. الآن بين هذا وما وهذا ما هي الزاوية؟ أولا لو نأتي إلى الدائرة المثلثية هذه الزاوية تقع في الربع الأول هنا. لماذا؟ لأن الكوس عندها موجب والسينس كذلك عندها موجب. إذن وما هي الزاوية التي تقع في الربع الأول والكوس لديها هو نصف؟ ما هي إلا بي على ثلاثة تصبح لنا تيتا تساوي لنا بي على ماذا؟ على ثلاثة. أكيد زائد اثنان ك بي هذه حيث ك عدد من عدد صحيح. إذا مباشرة فماذا يصبح الشكل الأسي هو كالتالي لاحظوا إذا تصبح لنا زاد زاد سي ناقص زاد أ على زاد بي ناقص زاد أ يساوي لنا الطاولة هي واحد في أسية العمدة اللي هي
اي ماذا بي على ماذا على 3. هذا هو نقول ومنه الشكل الأسي هو هو هذا الذي وجدناه فقط. بعدما أنهينا من هذا جاء السؤال آخر استنتاجي. ما هو السؤال الذي جاء بعده؟ قال ثم استنتج طبيعة المثلث A B C. إذن يمكن أن نجيب هنا أن نقول هكذا هذا هنا نقول استنتاج وجاء بصيغة استنتاج استنتاج طبيعة المثلث. من هو المثلث؟ اللي هو A B C. ركزوا جيدا نقول هكذا بما أن لدينا بما أن لدينا ماذا؟ لدينا أن زاد سي ناقص زاد أ على ماذا؟ على زاد بي ناقص زاد أ قلنا يساوينا كم؟ يساوينا أسية إي بي على 3. فإن ماذا يعني؟ يعني أن طاولة أولا الطاولة كم وجدناها؟ 1. تصبح أن زاد سي ناقص زاد أ على زاد بي ناقص زاد عفوا ناقص زاد أ كطاولة يساوينا 1 لأن الطاولة وجدنا 1. وهذا ماذا يعني؟ كسر يساوينا 1 فإن البسط يساوي المقام. هذا يعني أن زاد سي ناقص زاد أ كطاولة تساوينا ماذا؟ تساوينا طاولة زاد بي ناقص زاد أ. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن الطول أ سي يساوينا ماذا؟ يساوينا أ بي هذه 1. ونملك كذلك الأمر الثاني. ما هو الأمر الثاني؟ أنه لدينا أرج ماذا؟ زاد سي ناقص زاد أ على ماذا؟ على زاد بي ناقص زاد أ قلنا يساوينا ماذا؟ يساوينا الزاوية الموجهة ما بين شعاع المقام اللي هو أ ب وماذا و أ س كم وجدناها؟ وجدناها تساوي لنا ب على 3 أكيد زائد 2 ك ب. إذا كل مثلث لاحظوا إذا وجد أن فيه ضلعان متساويان وفيه أحد أقياس زوايا كم يساوي؟ يساوي لنا ب على 3 أو ناقص ب على 3. يعني الطاولة انتهت يجب علينا أن نجدها 1 والعمدة لهذا العدد أو زاوية موجهة في من أحد زواياه نجدها ب على 3 أو ناقص ب على 3 يعني 60 أو ناقص 60. فمباشرة هذه إذا قلناها رقم 2 نقول من 1 و 2 و 2 نستنتج أن المثلث أ ب سي كيف هو متقايس الأضلاع. إذن يقول أحدكم يا أستاذ وإذا وجدنا الطاولة هذه تختلف عن 1 لا يمكن أن نقول متساوي متقايس الأضلاع. وإذا وجدنا هذه القيمة موجودة وهنا الزاوية غير ب على 3 أو ناقص ب على 3 فلا يمكن أن نقول أنه متقايس الأضلاع. الشروط هي هذا وهنا يمكن أن تكون الزائد أو الناقص فقط. ويقول أحدكم وإذا وجدنا 2 ب على 3 لا ب على 3 أو ناقص ب على 3 وطاولة 1 اعلموا أن المثلث يكون لنا متقايس الأضلاع فقط. ويمكن الآن أبناء إنشاء هذه النقط وبطريقة هندسية محضة. لاحظوا أولا عندنا زاد أ يساوينا كم؟ يساوينا 4 معناه إحداثيات أ هي 4 مع 0. إذن عندنا النقطة الأولى سوف تكون عندنا في هذا الموضع أ. أما البي والسي لاحظوا المشكل في البي والسي عندنا جذر 3 كيف يمكن إنشاؤه بطريقة صحيحة؟ أولا نقوم بحساب طاولة زاد بي. الزاد بي لو نقوم بحساب طاولته كم تصبح؟ تصبح هكذا طاولة الحقيقي مربع زائد التخيلي مربع تحت الجذر ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا 4 اللي هي 2. زاد سي كذلك أبنائي نفس الشيء نجد طاولة 2. ماذا نقول؟ نقول نرسم دائرة مركزها ماذا؟ مركزها O ونصف قطرها R يساوينا 2. هذا الأمر الأول. إذن سوف نقوم بذلك. لاحظوا أبنائي إذن ها هي نقوم برسم دائرة ها هي أمامكم مركزها O. بعدها نأتي الآن إلى أي جزء سهل في الإنشاء؟ هل هو الجزء الحقيقي أم تخيلي؟ إنه الجزء الحقيقي كم؟ 1. نقوم برسم مستقيم عمودي هكذا
إكس يساوينا واحد. أما إذا كانت العكس، مثلا مكتوبة لكم هكذا، مثلا زاد بي يساوينا الجذر ثلاثة زائد إي، هنا لا، نقوم بالتخيل هو الأول. التخيل نرسم مستقيم هكذا حتى تفهموا الفكرة جيدا أبنائي. بعدما قمنا بهذا، الآن هذه النقطة مباشرة لو تدققوا معي مباشرة إسقاطها، عفوا قلت إسقاطها في هذا الموضع سوف يكون جذر ثلاثة مباشرة، وهنا يكون ناقص جذر ثلاثة مباشرة صحيح 100%. إذن تصبح لنا النقطة أين؟ تصبح لنا النقطة هنا، النقطة ب، وهذه النقطة هي النقطة سي، وصحيحة 100%. يقول أحدكم وهل ننشئ هكذا؟ نعم، لإنشاء الأعداد المركبة بهذه الطريقة فقط أبنائي. وبعدها ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا المثلث ا بي سي، ها هو أمامكم، ويظهر أنه متقيس الأضلاع. هذا هو تلك المثلث، حيث قيس كل زاوية فيه الداخلية هنا كم؟ إنها بي على ثلاثة فقط. بعدها نأتي الآن أبنائي إلى اثنان ألف، قال عين لاحقة النقطة دي صورة بي بالدوران آر الذي مركزه المبدأ أو وزاويته اثنان بي على ثلاثة. إذا نكتب هنا تعيين ماذا؟ زاد دي، اللي هي لاحقة دي، حتى نفهم جيدا. ركزوا، أولا نحن بما أن قال الدوران، الدوران يكتب هكذا، زاد ناقص زاد أوميغا، زاد فتحة ناقص زاد أوميغا يساوي ناقصية إي تيتا في زاد ناقص زاد أوميغا، كقانون هذا. لاحظوا وانتبهوا، دائما لما يذكر المركز نستعمل هذه العبارة المختصرة. دققوا، المركز ماذا أعطي لنا؟ المركز لو تدقق قال هذه، هذا هو الذي يمثل المركز. المركز قال هو أو، إذا نعوض هنا بأو ونعوض هنا بأو، وقال ماذا؟ وقال دي صورة بي، إذا هنا تأتينا بي وهنا تأتينا دي، قال وزاويته اثنان بي على ثلاثة، يعني في هذا الموضع هنا نعوض باثنان بي على ماذا؟ على ثلاثة، ثم نكمل. تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا زاد دي، حيث عندنا نحن نعلم أن ماذا؟ نعلم أن زاد أو كم يساوي؟ يساوينا الصفر، فهذه تذهب إلى الصفر وهذه إلى الصفر، فأصبح لنا زاد دي يساوي ماذا يساوي؟ يساوينا أسية إي اثنان بي على ماذا؟ على ثلاثة، في ماذا؟ في زاد بي. يمكن الآن أن نأتي إلى الزاد بي. الزاد بي أبنائي، إذن أولا نقوم بحساب طاولة زاد ماذا؟ زاد بي. طاولة زاد بي قد حسبناها من قبل أنها وجدناها اثنان، ثم عندنا كوس تيتا بي ماذا يساوي؟ يساوي لنا الحقيقي، ها هو الحقيقي اللي هو كم؟ واحد على الطاولة، وسينس كذلك تيتا بي ماذا يساوي؟ التخيلي على ماذا؟ على الطاولة. من هي الزاوية هذه؟ أكيد هي بي على ثلاثة، أصبحنا تيتا تساوي لنا، عفوا نقول تيتا بي حتى لا تختلط مع تيتا الأولى، تيتا بي يساوي لنا بي على ماذا؟ على ثلاثة، أكيد زائد اثنان كا بي. انتبهوا أرجوكم، معنى يصبح لنا زاد بي كشكله الأسي هو اثنان في أسية اي بي على ثلاثة. هذا يا أبنائي سوف نأتي به ونعوضه في هذا الموضع، لاحظتم؟ حتى يسفع لنا الأمر. تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا زاد دي يساوي، يساوي لنا أسية اي اثنان بي على ثلاثة في اثنان في اثنان، إذن في أسية اي بي على ثلاثة. نجمع الأسس، تصبح لنا اثنان في أسية اي ماذا؟ اثنان بي على ثلاثة زائد بي على ثلاثة، هكذا تصبح لنا زاد دي يساوي اثنان في أسية اي في ثلاثة بي على ماذا؟ على ثلاثة. نختزل هذا مع هذا، إذا قلت نختزل ثلاثة مع ثلاثة، تصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ اثنان في أسية اي بي. نحول هذا الشيء إلى شكله ماذا؟ إلى شكل المثلث، تصبح لنا اثنان في ماذا؟ في كوس بي زائد اي
في سينيس ماذا؟ في سينيس بي. السينيس بي معروف أنه صفر، وكوس بي معروف أنه ناقص واحد. فأصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا زاد دي تساوي لنا ماذا؟ تصبح لنا اثنان في ناقص واحد، أي أن زاد دي تصبح لنا ناقص اثنان فقط أبنائي. أرجو قد فهمتم. يقول أحدكم يا أستاذ وإذا هنا عوضت بالشكل الجبري، إذا عوضت هنا بالشكل الجبري يمكن وهذا تحول إلى شكل مثلث، ومن الشكل المثلث تحول كذلك إلى شكل جبري وتنشر، سوف تجد نفس الفكرة فقط. بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن أبنائي إلى باقي العين طبيعة الرباعي A B D C. إذا بهذا الترتيب، أولا عندنا النقطة قلنا دي ها هي في هذا المكان، إذا ما هو الرباعي الذي يريده؟ إذا قال A ثم B ثم ماذا؟ D ثم ماذا؟ ثم C، هذا هو الرباعي الذي يريد. هو يظهر في الشكل أنه ماذا؟ معين، لكن كيف نثبت أنه معين؟ لاحظوا دائما أنصحكم بالاستعانة بالأشكال الهندسية حتى تعرفوا أي طريقة من البرهان. إذا لاحظوا جيدا، إذا نكتب هنا طبيعة الرباعي، من هو الرباعي؟ اللي هو A B D C. لاحظوا هنا الطريقة الأولى كطريقة استنتاجية، ركزوا، نقول بما أن لو نلاحظ أبنائي إلى، لاحظوا إلى هذه النقطة A والنقطة D بالنسبة إلى المستقيم B C إنهم متناظرتان. انظروا بأم عينكم، إنهما متناظرتان من هنا كم؟ ثلاث وحدات، ومن هنا ثلاث وحدات. نقول بما أن دي دي نظيرة من؟ نظيرة A بالنسبة إلى المستقيم. من هو المستقيم؟ الذي هو بي سي. وماذا؟ وانظر وكذلك سي نظيرة بي بالنسبة إلى المستقيم دي أ أو أ دي. لاحظتم؟ نقول وبما أن ماذا؟ أن سي نظيرة كذلك من؟ من هو؟ لاحظوا، لهذا قلت لكم استغلوا الشكل، لأن هذا وهذا متناظرتان، ها هي أمامكم، انظروا مرافقه، والمرافق دائما يناظر. بما أن سي نظيرة ماذا؟ نظيرة قلنا دي بالنسبة إلى كذلك إلى المستقيم، عفوا قلنا المستقيم الذي هو A D، فإن ماذا؟ الرباعي A B D C ماذا؟ قطراه، إذا قطره كيف هو؟ متناصفان ومتعامدان. من قال هذا؟ النظير بالنسبة إلى جئنا أي نقطة، ها هي وهي نظيرته، دائما يكون هنا بينهم التعامد، هذه لا جدال في ذا. إذا فأصبح هذا الرباعي ماذا فيه؟ فيه قطراه، ها هو قطر هذا وهذا، متناصفان لأن هذه نظيرة هذه وهذه نظيرة هذه، ومتعامدان فيه معناه هنا الأقطار متعامدة، فإن الرباعي فإنه ماذا؟ فإنه معين. هذه طريقة استنتاجية. عندنا الآن هذه الطريقة الأولى، نأتي الآن إلى طريقة ثانية. ما هي الطريقة الثانية؟ إذا سميت هذه طا واحد، نأتي الآن إلى طريقة اثنان. الطريقة الاثنان أنه نقول كذلك طبيعة الرباعي، من هو الرباعي؟ اللي هو A B D C. هنا الطريقة الثانية أن نثبت مثلا هذا الشعاع وهذا الشعاع كيف هما؟ متساويان، حتى نقرر أنه متوازي أضلاع، ثم نكمل الفكرة. لاحظوا، نقول لاحظوا، أولا نأتي إلى زاد A أو زاد، قلت A ناقص زاد B، يعني هذا مع هذا ماذا يساوينا؟ إذا زاد A ناقص زاد B يصبح لنا 4 ناقص كم؟ زاد B يصبح لنا ناقص 1 ناقص E جذر 3، وهذا ماذا يساوينا؟ يساوينا 3 ناقص E جذر 3، هذا الأمر الأول. وعندنا ماذا؟ إذا قرأنا هكذا A D،
ثم ماذا؟ ثم نأتي الآن إلى هذا اللي هو ماذا؟ اللي هو زاد سي ناقص ماذا؟ ناقص زاد دي. ماذا يساوي لنا هذا؟ يساوي لنا الزاد سي اللي هي واحد ناقص اي جذر ثلاثة ناقص ماذا؟ الزاد دي تصبح ناقص مع ناقص اثنان تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ثلاثة ناقص اي جذر ثلاثة. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه بي هذا هذا هذه لحقت هذا الشعاع بي أن النهاية ناقص البداية يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا سي دي. إذا هذا بي أ يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا عفوا دي سي أعتذر دي سي لأن دائما النهاية ناقص البداية. إذا هذه وجدنا أن هذا الشعاع وهذا الشعاع كيف هما متساويان؟ نقول فإن أولا فإن الرباعي من هو الرباعي؟ أ بي دي سي متوازي كيف؟ متوازي الضلاع. هذا الأمر الأول. لكن الآن قررنا يأتي أحدكم يقول يا أستاذ وإذا حسبت هذا مع هذا؟ نعم يجوز. المهم نجد شعاعان فيه متساويان فنقرر أنه ماذا؟ متوازي الضلاع. لكن فيه لكن المثلث من هو المثلث؟ أ بي سي متقايس ماذا؟ الأضلاع. ما معنى متقايس الأضلاع؟ معناه أصبح هذا الرباعي متوازي أضلاع فيه ضلعان متجاوران كيف هما متقايسان وغير متعامدان لأن قيس الزاوية هذا من هنا إلى هنا هو بي قلنا على 6. لاحظتم ليس بي على 2 لو كان بي على 2 لا أصبح مربع. نقول لكن المثلث أ بي سي متقايس الأضلاع أي وماذا؟ وأن الزاوية الموجهة بين الـ A B ماذا؟ والـ A C ركزوا جيدا هذه تساوي لنا P على 3 ولا تساوي لنا P على 2. لو كانت P على 2 أولا سوف نقرر على أنه يكون مربع. نقول أي الرباعي من هو الرباعي؟ A B D C يصبح ما هو معين. لماذا معين؟ أولا لأنه متوازي أضلاع. ها هي متوازي أضلاع وهذا متوازي أضلاع فيه ضلعان متجاوران متقايسان غير متعامدان. بما أنهم غير متعامدان فنقرر أنه أو نقر أنه معين فقط أبنائي. هذه طريقة، الطريقة الأولى طريقة استنتاجية، الطريقة الثانية هي طريقة برهان وكلاهما صحيح فقط. بما أنهينا من هذا السؤال نأتي الآن إلى الجزء الثالث. قال من أجل كل عدد طبيعي آن نضع زاد آن يساوي لنا زاد بقوة آن زائد زاد سي قوة آن. قال بين أن من أجل كل عدد طبيعي آن أن زاد آن يساوي لنا 2 قوة آن زائد 1 في كوس آن بي على 3. نكتب هنا البرهان بالتراجع. يقول أحدكم لماذا البرهان بالتراجع؟ لأن الخاصية مرتبطة بالأعداد الطبيعية. نقول البرهان بالتراجع أن ماذا؟ أن زاد آن يساوي لنا 2 قوة آن زائد 1 في كوس ماذا؟ آن بي على 3 لأن الأمر متعلق بالأعداد الطبيعية. ركزوا جيدا. نقول أولا نسمي بي لآن الخاصية. من هي الخاصية؟ التي هي زاد آن يساوي لنا 2 قوة آن زائد 1 في كوس ان بي على 3. نقول اولا من اجل ان يساوي لنا الصفر لدينا، لاحظوا نعوض هنا في زد ان ونعوض هنا نجدهم متساويان. اصبح لنا هكذا زد صفر يساوي لنا زد بي قوة صفر زائد زد سي قوة صفر ويساوي اي عد عفوا زد عفوا قلنا زاد سي عفوا اعذروني جزاكم الله خير زاد سي قوة صفر يساوي أي عدد إذا جعلناه قوة صفر ماذا يصبح؟ يساوي لنا 1 زائد 1 ويساوي ماذا؟ يساوي لنا 2 قوة صفر زائد 1 يعني عوضنا هنا بالصفر ونعوض هنا بالصفر سوف نجد نفس. لاحظتم في كوس ماذا؟
صفر في بي على ثلاثة، وهذا ماذا يساوي؟ يساوي ان اثنان وهذه تصبح هنا في كوس ماذا؟ كوس الصفر، وكوس الصفر كما معروف انه واحد ما تساوي لنا اثنان. اذا فاعطت لنا من هنا ماذا؟ هذه حتى نفهم الفكرة جيدا، ركزوا. اذا هنا نفصل، هذه اعطت لنا واحد زائد واحد وتساوي لنا كم؟ قلنا تساوي لنا اثنان. اذا هنا وجدنا اثنان، ومن هنا يعني لما عوضنا هنا وجدنا الاثنان، ومن هنا وجدنا الاثنان، فماذا نقول؟ نقول ومنه بي لصفر كيف هي؟ محققة. لماذا انواع البراهين من هذا النوع لما تعطى لكم علاقتان كلاهما زد ان زد ان، نعوض في هذه ونعوض في هذه كلاهما نجدهم صحيحة. نأتي الآن نقول ونفرض دائما في برهان التراجع، نفرض الخاصية التي تطلع ونفرض أن بي لآن كيف هي؟ محققة. ونبرهن ماذا؟ ونبرهن صحة ماذا؟ صحة بي لآن زائد واحد. أي ماذا نبرهن يا أبنائي؟ نضيف هنا واحد ونضيف هنا واحد ونضيف هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد واحد، معناه سوف نبرهن الأمر التالي، أن زاد ان زائد واحد يساوي لنا زاد بي قوة ان زائد واحد زائد زاد سي قوة ان زائد واحد، وتساوي لنا اثنان قوة ان زائد اثنان، لأن أضيف هنا الواحد وأضيف هنا الواحد، كم تقرأ؟ تقرأ لنا هنا تضيف هنا الواحد تصبح لنا ان زائد اثنان. انتبهوا ارجوكم حتى تفهموا، في كوس ماذا؟ واحد زائد ان او ان زائد واحد نكتبها بالترتيب، ان زائد واحد ضرب بي على ماذا؟ على ثلاثه. نحسب هذه ونجدها هي هذه، اذا وصلنا الى هذا فنقر ان الخاصيه محققه. إيه تعالوا ننطلق الآن أبنائي. أول شيء ماذا نملك؟ نملك الأمر الأول، نملك أن زاد بي وجدناه هو اثنان في أسية إي بي على ماذا؟ على ثلاثة. وماذا؟ وزاد عفوا وزاد سي هو مرافق ماذا؟ إذا هو مرافق لمن؟ لزاد بي. أي ماذا؟ أي أن زاد سي يصبح يساوي لنا اثنان في أسية ناقص إي بي على ثلاثة، لأن المرافق قلت يؤثر إلا في العمدة، هذا إذا كانت بي على ثلاثة الآخر يكون ناقص بي على ثلاثة. احفظوا هذه القواعد أرجوكم، الأعداد المتلافقة تكون متناظرة عندهم في العمدة، العمدة إذا كان هنا الزائد الآخر يكون ناقص حتى تفهموا الفكرة. إذا فتصبح لنا الآن نعوض هذا في هذا المكان، ونأتي بهذا ونضعه في هذا المكان، فماذا نتحصل؟ نتحصل على الأمر التالي، أصبح لنا زاد ان زائد واحد يساوي لنا اثنان في أسية اي بي على ثلاثة، الكل قوة ان زائد واحد، إذا هنا ان زائد واحد، ثم زائد اثنان في أسية ناقص اي بي على ثلاثة الكل قوة ان زائد واحد. بعدها ماذا أصبح؟ أصبح لنا زاد ان زائد واحد يساوي، الآن عندنا دستور موارد قوة القوة تساوي أنه هذا يدخل إلى هنا ويدخل إلى هنا، أصبح لنا وكذلك هذا يأخذ هذه القوة وهذا يأخذ هذه القوة، كل عدد مركب إذا جعلنا له القوة الطاولة تأخذ قواها وهذا كذلك يأخذ قوة، لكن يدمج هنا معها لأن أصبح قوة القوة سيجد القوتين، أصبح لنا اثنان قوة آن زائد واحد في ماذا؟ في أسية إي ماذا؟ آن زائد واحد بي على ماذا؟ على ثلاثة، ثم زائد اثنان في أسية إي ماذا؟ أو ناقص، لا ننسى الناقص، ناقص إي في ان زائد واحد في بي على ثلاثة. ركزوا هنا ارجوكم نقطة نقطة ولا نتعجل، فتصبح لنا تصبح لنا زاد ان زائد واحد، نكتب بخط اوضح، زائد واحد يساوي، اذا لاحظوا نكمل الان، ما علينا الان ابنائي الا هنا لا ننسى هنا ان زائد واحد، جزاكم الله خير اعذروني هنا نسيناها، ها هي كل واحد يأخذ قوة لوحده، نستخرج الآن اثنان قوة ان زائد واحد واثنان قوة ان زائد واحد عامل مشترك،
من هنا ومن هنا، فماذا تصبح؟ تصبح أنا اثنان قوى آن زائد واحد ضرب ماذا؟ ضرب أسية إي آن زائد واحد في بي على ثلاثة زائد أسية ناقص إي آن زائد واحد في بي على ثلاثة هكذا. لاحظوا بعدها ماذا يمكن أن نضع؟ الآن نتحول إلى الشكل المثلث، أصبح أن آن زائد آن زائد واحد يساوي أن اثنان قوى آن زائد واحد في، والآن نكمل أبنائي سوف نحن نقترب إلى النهاية، أصبح أن كوس ماذا؟ آن زائد واحد في بي على ثلاثة زائد إي في سينس كذلك آن زائد واحد في بي على ثلاثة، هذا حولناه إلى هنا، ثم عندنا كذلك زائد، انتبهوا نحول كذلك العدد الآخر إلى الشكل المثلثي، أصبح هنا كوس ماذا ناقص آن زائد واحد في بي على ثلاثة زائد إي في سينس كذلك ناقص آن زائد واحد في بي على ماذا؟ على ثلاثة. بعدها ماذا يصبح؟ تصبح أنها تساوي لنا اثنان قوى آن زائد واحد في، كما تعلمون أبنائي أن الكوس دالة زوجية، يعني في بطنها الناقص أو الزائد لا يحدث شيء. نحن نعلم كذلك كملاحظة أن كوس إذا قلت كوس ناقص إكس هي نفسها كوس إكس، أما السينس ناقص إكس بما أن الدالة فرضية تساوي ناقص سينس إكس، هذه عليكم أن تكونوا على دراية بها، هذه كخواص الدوال المثلثية، أصبح تساوي لنا كوس ماذا؟ آن زائد واحد في بي على ثلاثة زائد إي في سينس كذلك واحد زائد آن بي على ثلاثة، ثم عندنا الناقص هذا سوف يذهب، هذا الناقص سوف يذهب، أما هذا الناقص فسوف يأتي يخرج إلى هنا لأن السينس لا تسمح في الناقص لديها، أصبح أنا زائد كوس قلت زائد كوس ماذا؟ كوس آن زائد واحد بي على ثلاثة ثم ناقص إي في سينس آن زائد واحد في بي على ماذا؟ على ثلاثة. بعدها أكيد لاحظوا ماذا سوف ينتج، أنه هذا مع هذا إذا مباشرة، هنا سوف نرتب حتى تلاحظوا كل شيء على هيدا حتى لا يقول أحدكم ماذا فعلت. إذن هنا عندنا آن زائد واحد، فذهب هذا مع ماذا؟ مع هذا، ثم نجمع هذا مع هذا ولا ننسى هنا الأقواس هكذا، فأصبح أن زاد آن زائد واحد يساوي اثنان قوى آن زائد واحد في بالداخل الكوس زائد الكوس يساوينا اثنان في كوس آن زائد واحد في بي على ماذا؟ على ثلاثة. الآن هذا ضرب هذا، أصبح أن زاد قوى آن زائد واحد يساوينا اثنان قوى آن زائد اثنان في كوس ماذا؟ في كوس وآن زائد واحد في بي على ثلاثة. وها قد الآن وصلنا أبنائي إلى الشيء الذي قلت علي أن أصل إليه، أين هو هذا الكلام؟ ها هو أمامكم، لاحظتم؟ ها هو قلنا علينا أن نصل إلى هذه. بعدها ماذا يمكن أن نقول؟ نقول ومنه، لاحظتم؟ ومنه بي لآن زائد واحد محقق. وأخيرا وأخيرا ماذا نقول؟ وأخيرا عندنا أنه زاد آن يساوي لنا ماذا؟ اثنان قوى آن زائد واحد في كوس آن بي على ثلاثة. أرجو قد فهمتم، يعني مجرد هذه أفكار عليكم أن تكونوا تعرفونها يا أبنائي، إن لم تفهموا أعيدوا الفيديو في هذه النقطة سوف تفهمون كيفية البرهان بالتراجع. إذا دائما لما تعطى لنا علاقتان ويريد منا أن نبرهنها بالتراجع، علاقة معطات وعلاقة يريد أن يصل إليها، ننطلق من الأولى فنصل إلى الثانية فقط. بعدما أنهينا من هذه الجزئية الآن أبنائي إلى باقى نضع من أجل كل عدد طبيعي آن تي آن يساوي لنا زاد 6 آن، قال عبر عن تي آن بدلالة آن، إذا نكتب هنا التعبير عن ماذا؟ عن
تي ان بدلالة ماذا؟ بدلالة ان. ركزوا هنا أبنائي، إذا عندنا تي ان قلنا يساوي لنا زاد 6 ان، ويساوي ان إذا وضعنا تصبح لنا هكذا اثنان قوة ماذا في كل مكان، من هنا نضع هنا ونضع هنا ونضع هنا، فماذا ينتج؟ تصبح لنا اثنان قوة 6 ان زائد واحد في كل ان، عوضوا ب 6 ان في كو عفوا في كوس ماذا 6 ان بي على ماذا؟ على 3. وهذا ماذا يساوي؟ يساوي لنا اثنان قوة 6 ان زائد واحد، ونختزل هذا مع هذا في كوس ماذا؟ اثنان ان بي، لكن كوس اثنان ان بي بما انه عدد زوجي هذه دائما تساوي لنا واحد مهما كان ان ينتمي الى الاعداد الطبيعيه، لان اثنان ان بي كيف هو؟ عدد عدد زوجي، وكوس عدد زوجي دائما معروف انه صفر لا جدال، اذا عفوا يساوي لنا واحد، اذا هذه تصبح منه وتساوي لنا كم؟ تساوي لنا اثنان قوة 6 ان زائد واحد، ومنه نجد ماذا؟ نجد تي ان يساوي لنا اثنان قوة 6 ان زائد واحد، اما الكوس فذهب الى الواحد، اذا هذا يذهب الى الواحد فقط ابنائي. بعدما انهينا من هذا السؤال ناتي الان الى السؤال الاخير، قال ثم احسب بي ان بدلالة ان، حيث بي ان يساوي تي صفر في تي واحد في تي اثنان الى غاية تي ان، اذا نكتب هنا حساب بي ان بدلالة ان، ركزوا هنا ارجوكم. إذا نحن نملك هذه، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تي صفر ماذا يساوي؟ يساوي لنا اثنان قوة ماذا؟ قوة 6 في صفر زائد واحد، ثم تي واحد ماذا يساوي؟ يساوي لنا اثنان قوة 6 في واحد زائد ماذا؟ زائد واحد، ثم تي اثنان ماذا يساوي؟ يساوي لنا اثنان في 6 قوة اثنان زائد واحد، ثم تي ثلاثة، اسمعوا جيدا، يساوي لنا اثنان قوة 6 في 3 زائد واحد إلى غاية تي ان، يساوي لنا اثنان قوة 6 ان زائد واحد، ان لو نجمع نقول هنا ونضع هنا في هكذا هكذا، نقول بالضرب، لاحظوا إذا قلت بالضرب طرف لمن؟ لطرف نجد، هذا لما نضرب هذا مع هذا مع هذا إنه هذا، إذا مباشرة بحنا هنا في أن يساوي ماذا يساوي؟ يساوي لنا اثنان قوة ماذا؟ قوة واحد في اثنان، اجمعوا هذا مع هذا، اثنان قوة ماذا؟ قوة 7 في اثنان، اجمعوا هذا قوة 13، ثم في اثنان قوة كم؟ 19، هكذا في إلى غاية اثنان قوة 6 ان زائد واحد، انتبهوا أرجوكم الأمر جد بسيط إن انتبهتم معي، هكذا ان كل عدد إذا ضرب في نفسه تجمع قواه، سبحان بي ان يساوي اثنان قوة 1 زائد 7 زائد 13 زائد 19 إلى غاية ماذا؟ 6 ان زائد ماذا؟ زائد واحد. الآن هذه ماذا تمثل؟ هذه ماذا تمثل؟ نقول حدود متتابعة لمتتالية، ما هي؟ حسابية. لاحظوا جيدا، إذا قلت حدود متتابعة لمتتالية حسابية أساسها R يساوي لنا 6، أين هي تلك المتتالية الحسابية؟ ها هي، لاحظتم هذه متتالية حسابية، إذا هذه متتالية
حسابية أساسها كم؟ R يساوي لنا كم؟ قلنا 6. وعبارة الحد العام لها ما هي؟ هي 6 آن زائد 1، وحدها ماذا؟ الأول كم؟ حدها الأول كم يساوي؟ يساوي 1. لماذا 1؟ أعوض هنا بالصفر، عوض هنا بالصفر. ومنه ماذا نجد؟ ومنه مباشرة يصبح لنا هذا الأمر هكذا، يصبح لنا بي آن يساوي 2 قوة ماذا؟ الآن عدد الحدود على 2 في الحد الأول زائد الحد الأخير. نحن عندنا ماذا؟ عدد الحدود كيف نحسبه؟ دائما نقول دليل النهاية ناقص دليل البداية. دليل النهاية كم؟ ها هو دليل النهاية، اسمعوا جيدا، دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد 1. أرجو قد فهمتم، هذا قانون ثابت حساب الحدود. احنا عدد الحدود اللي هو ان زائد 1 دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد 1 على 2 في الحد الأول اللي هو 1 زائد الحد الأخير اللي هو ها هو أمامكم اللي هو 6 ان زائد 1. أصبحنا بي ان يساوي، يساوي لنا 2 قوة ان ناقص 0 زائد 1 اللي هي ان زائد 1 على 2 في 2 زائد 6 ان. يمكن الآن أن نختزل من هنا 2 ومن هنا ومن هنا، يعني تختزل كليا من عند هذه. أصبحنا بي ان يساوي 2 قوة ان زائد، قلت ان زائد 1 في 1 زائد 3 آن، هذا هو تلك الجداء فقط أبنائي. أرجو قد فهمتم فكرة هذه الجداءات. إذا هذه الجداءات على العموم ماذا تستنتج لنا؟ تخرج لنا متتالية في الأس، متتالية حسابية. كم تزيد؟ تزيد بستة، انظروا 1 7 13 19، كل مرة أضيف العدد 6 وسوف تصلون إلى غاية 6 آن زائد 1. هذه هي عبارة الحد العام لديها. فماذا نقول؟ نقول عدد الحدود اللي هو دائما دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد 1. كيف يحسب؟ من تي آن، ليس من هذه، نحسبه من تي آن لأن تي آن بسيط. مباشرة تصبح لنا النهاية ناقص البداية زائد 1 على 2 في الحد الأول، ها هو حده الأول، وحده الأخير هو 6 آن زائد 1، هذا كله يعتبر حد الأخير على هكذا. ثم قمت هنا، هنا على 1 زائد 1، نعتذر، ها هي الكتابة فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الأم الطاهرة. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.